السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الأول الإعدادي، نستكمل معانا المنهج الفصل الدراسي الأول. وصلنا للدرس الأول في تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها، يعني الوحدة الخاصة بالأحياء. النهاردة هنتكلم على إزاي الكائنات الحية صنفت وليه تصنفت. طبعا احنا عارفين ان احنا بنصنف الحاجة عشان يبقى سهل دراستها، يبقى سهل علينا دراسة الشيء ده. فصنفنا الكائنات الحية تبع حاجات كتير قوي هنعرفها واحدة واحدة. اول حاجة، لو انت زرت حديقة الحيوان هنلاقي في حيوانات كبيرة وحيوانات صغيرة بالنسبة للحجم، البيئة اللي بتعيش فيها، في حيوانات في مية وفي حيوانات على اليابس، وصفات كتير قوي قوي. بيقول لك في حيوان كبير قوي زي الفيل وحيد القرن اللي هو الخرتيت، حيوان صغير زي الأرنب والفار والسحلية، في حيوانات بتعيش في المية زي الأسماك والتماسيح وسباع البحر، وأخرى بتعيش على اليابس زي الحصان والأسد والكلب والقطة وحاجات تانية كتير. التنوع في عالم الحيوان بنلاقي كمان واضح قوي، وبنشوف كمان في النبات، في نباتات ضخمة قوي زي الكافور والنخل، أعشاب قصيرة زي البرسيم والجرجير، نباتات أوراقها كبيرة زي الموز، ونباتات أوراقها صغيرة زي الملوخية. طيب نيجي نشوف بقى تنوع الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة زي الأميبا، زي اليوجلينا، زي الباراميسيوم اللي هي وحيدة الخلايا، كائنات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، لازم أشوفها تحت الميكروسكوب. عشان كده انا بفحصها تحت الميكروسكوب، ان انا بجيب ميه من البركه وشريحه زجاجيه وغطا للشريحه وازرق الميثايل ده اللي هي الصبغه وقطاره ومجهر، مجهر اللي هو الميكروسكوب. بنحط قطره من المحلول الازرق الميثايل على شويه ميه بركه صغيرين قوي، بنحط قطره منهم على الشريحه الزجاجيه ونغطيها ونفحصها تحت الميكروسكوب. هنلاقي ان الكائنات الحية الدقيقة معظمها كائنات وحيدة الخلية زي الاميبا، يوجلينا، باراميسيوم. الكائنات الحية الدقيقة دي بتختلف بعضها في الشكل وطريقة الحركة، يعني دي بتختلف عن دي في الشكل وطريقة الحركة. خطط تصنيف الكائنات الحية، تصنيف الكائنات الحية قلنا ليه بنصنفها؟ عشان يبقى سهل علينا دراستها ونعرف الخواص ونعرف ده ينتمي لإيه وده لإيه. أول حاجة تصنيف النباتات حسب الشكل الظاهري، في نباتات بتختلف من حيث التركيب الظاهري، نباتات ممكن أميزها الجذر وساق وأوراق، ونباتات لا، اللي لا يمكن تمييزها الجذور والسقان وأوراق زي الطحالب بأنواعها الخضراء والحمراء والبني، واللي بتتميز بجذور وسقان وأوراق زي نبات الذرة والقمح والنخيل والكافور وحاجات تانية كتير. في نباتات حسب طريقة التكاثر، نباتات تتكاثر بتكوين الجراثيم زي الفجر ونبات كزبرة البئر، ودي من النباتات الأرضية الصغيرة تعرف بالسراخس. في تكاثر بالبذور، تنقسم لمعرات البذور، وهي دي نباتات بتتكون البذور بتاعتها داخل مخاريط وملهاش غلاف ثمري زي الصنوبر ونبات السيكاس، ونباتات مغطاة البذور دي نباتات زهرية تنقسم لذات فلقة زي القمح والذرة، وذات فلقتين زي نبات الفول والبسلة. بعد كده هنشوف تصنيف الحيوانات تبع لطبيعة تدعيم الجسم، الدعامة اللي هي الهيكل اللي بيديها الشكل وبيديها قوة زي الهيكل العظمي عند الإنسان. في تصنيف حيوانات حسب وجود دعامة، في جسم رخو ما فيهوش دعامة زي قنديل البحر، الأخطبوط، الديدان، لأن جسمها لا يحتوي على دعامة. في كمان جسم مدعم، الدعامة في دعامة خارجية زي المحار والقواقع، ودعامة داخلية زي موجود في الفقاريات زي السمك والزواحف والطيور والثدييات. رابع حاجة هنصنفها حسب المفصليات، اللي هي تصنيف المفصليات حسب عدد الأرجل، يبقى أنا بصنف المفصليات نفسها حسب عدد الأرجل. المفصليات هي إيه؟ حيوانات لا فقارية بتتميز بنوع من الأرجل تسمى أرجل مفصلية، يمكن تصنيفها حسب عدد الأرجل. عدد الأرجل طبعا لو بصيت للذبابة، شغلة النحل، النملة، العنكبوت، العقرب، ذات الألف قدم، أم 44، كل دي حاجات ليها أرجل مفصلية. بنصنفها إلى حشرات ليها 3 أزواج من الأرجل المفصلية زي الجراد، النحل، الذباب، الصرصور، والعنكبوتيات ليها 4 أزواج من الأرجل المفصلية مثل العنكبوت والعقرب،
وعديدة الأرجل زي أم 44 وذات الألف قدم. خامس حاجة في الوحدة الثالثة هنشوف تصنيف الثدييات حسب نوع وعدد الأسنان. هنبص نلاقي بتصنف الثدييات من حيث وجود الأسنان، في ملهاش أسنان خالص زي الكسلان والمدرع، في ليها أسنان تنقسم حسب شكل ونوع الأسنان، في حيوانات أسنانها الأمامية ممتدة لكي تتمكن من القبض على الحشرات دي زي الأولفيد، وفي حيوانات تتميز بأنياب مدببة ودروس ونتوءات دي بتبقى شرسة زي الأسد والنمر، في حيوانات بتتميز بقواطع حادة تنقسم حسب عددها في كل فك. القوارض دي حيوانات بتمتلك زوج واحد من القواطع في كل فك مثل الفار والسنجاب، والأرنبيات حيوانات تمتلك زوجين من القواطع بالفك العلوي وزوج واحد بالفك السفلي زي الأرنب. علم تصنيف الكائنات الحية ده أحد فروع علم الأحياء، بيبحث في أوجه التشابه والاختلاف، يشوف اللي شبه بعض مع بعض واللي مختلف مع بعض بين الكائنات الحية، ووضع المتشابه منها في مجموعات حسب نظام معين لتيسير دراستها. النوع وحدة التصنيف الأساسية للكائن الحي، ما أقول لك إيه هي وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية، تقول هي النوع. العالم لينيوس اتخذ من النوع أساس لبناء نظام التصنيف الطبيعي وللتعرف على مفهوم النوع. مصنف شوية حيوانات وحاططها في صور كده، بيقول لك القطط كذا نوع بس في الآخر بتيجي تحت فصيلة القطط، الكلاب كذا نوع بس فصيلة الكلاب، فبيقول لك ما ينفعش إن فصيلة تتجوز من فصيلة أخرى، يعني ما ينفعش القط وكلب يحصل تزاوج بينهم أو أرنب وقطة يحصل تزاوج، ما ينفعش، لازم التزاوج من نفس النوع. فأنا بيقول لك القطط تختلف فيما بينها ولكنها تختلف أكثر عن الأرانب، لا يمكن حدوث تزاوج بين القط والأرنب بينما يحدث تزاوج وإنتاج نسل خصب بين زوج من القطط مهما كان نوع، قطة سيمي، قطة بلدي، قطة شيراز، دول يحصل تزاوج بينهم ويخلفوا قطط عادي، لكن ما ينفعش قطة مع أرنب. بيقول لك هنا حدوث تزاوج وإنتاج نسل خصب بين أي زوج من القطط مهما كان الاختلاف بينها في الشكل أو الحجم، لذلك تضع كل القطط في نوع واحد وتصنف الأرانب في نوع واحد، بالمثل تصنف الكلاب في نوع واحد خاص بيها. الإنسان الأفريقي والأوروبي والآسيوي أيا كان لونه أو عرقه أو موطنه ينتمي إلى نوع واحد هو الإنسان. يعني يبقى نوع مجموعة من الكائنات الحية الأكثر تشابه في صفاتها الظاهرية التي يمكنها أن تتزاوج فيما بينها لتنتج أفراد جديدة خصبة تكون قادرة بدورها على التكاثر وحفظ النوع. ده بالنسبة لي الدرس بتاع خطط تصنيف بعض الكائنات الحية، ودرس لذيذ وشيق جدا، وياريت نقراه كويس ونذاكره كويس قوي ونحل التدريبات الخاصة عليه. أتمنى يكون الشرح وافي والكلام مفهوم، هو على فكرة سهل جدا جدا، ونبتدي نحل على الحاجات دي ونبتدي نشوف الأسئلة بتاعتها، وأي سؤال مش عارفينه نزلوه على القناة وإن شاء الله أرد لكم على الأسئلة اللي أنتم محتاجينها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.